الاتحاد السكندري بيعلن تعاقد رسميا مع حسام عاشور لمدة موسمين، وده في الحقيقة امبارح شفنا صور بتنتشر على السوشيال ميديا. مجلس إدارة الاتحاد السكندري برئاسة الحاج محمد مصلحي حسم انتقال حسام عاشور لاعب وسط المدافع والنادي الأهلي السابق لصفوف نادي الاتحاد السكندري بعقد لمدة موسمين اعتبارا من الموسم الجديد 2020-2021. وقع اللاعب على العقود الانتقال للاتحاد السكندري في صفقة انتقال حر. حسام حسن المدير الفني وإبراهيم حسن مدير الكرة وليد بدر المدير الإداري للفريق، طبعا كل دول في الجهاز الفني. حسام عاشور قال إنه هيبذل قصارى جهده مع زملائه من أجل تقديم مستوى قوي لي بتاريخ زعيم الصقر وجماهيره العظيمة، وأشاد كمان حسام حسن بالإمكانيات الفنية والخبرات الكبيرة لحسام عاشور، وأكد أنه هيكون إضافة حقيقية لخط وسط نادي الاتحاد السكندري. أعتقد فعلا هي صفقة مربحة للاتحاد السكندري، حسام عاشور لسه عنده الكثير ما يقدمه في الملاعب المصرية.